توزيع تقدم.
سيادتك بقى هتبقى على راس الحمله اللي هتقبل دار الرحيم. انت قاعده ساكته ليه؟ واحد زي الونش ده لما يتفق مع راجل غير لما يتفق مع ست. امينه هانم اتطلقت بعد ما عرفت ان رحيم خرج على طول. رحيم السيوفي مهمتك مهما حصل. ملف رحيم من ساعه ما خرج هو ما فيهوش حاجه. البلاوي اللي هتيجي دي احسن مليون مره من الزفت اللي احنا عايشين فيه. كله من تحت راس سامي. ورق الضد اللي كنت ماسكه عليهم معهولهم وقبض. اهربي دلوقتي وبسرعه. داليا لازم ترجع الحجز، واوعدكم ان ده ما يحصلش تاني. وانت مش خرجت عشان خلصت مدتك؟ انا القضيه الوحيده اللي اتحكم عليا فيها كانت قضيه حزت سلاح. ليه بقى خرجوني دلوقتي رغم ان القضيه دي لسه شغاله وما اتحكمش فيها؟ على الأقل قول لي اتفضل. مش بحب موضوع العزومات ده. تعود لما الاقي قدامي أكل عجباني بمد ايدي واكل. مفيش جعان بستنى عزومة. أنا عارفك. كويس. انبسطت قوي لما عرفت إنكم حبايب من زمان. مين ده؟ راجع حساباتك. ده اللي سرق المصنع بتاعك سنة 2013. ده كان تشكيل كانوا بيسرقوا الحديد من المخازن عندي. هو ده بقى واحد منهم؟ ابو ايه اللي جد؟ هو المفروض انه في السجن ولا طلع؟ خرج من الدنيا كلها. عقبالنا. التشكيل ده سرق المصنع بتاعك انت بس، ما سرقش مصنع تاني. وده ممكن يكون واحد من المنافسين بتوعك في السوق، أو واحد ليه غرض إنه يؤذيك أنت شخصياً. حضرتك من فترة رحت لخطيبتي وفتحت معاها موضوع قديمة، وبعدها بشوية اتلفى لها قضية مخدرات. وديك أهو كملت موضوع قديمة. فإيه بقى؟ حضر شنطتي ولا إيه؟ سعد اتقتل ومتورط في خطف هشام السيوفي أخو رحيم شريكك. رحيم عمره ما كان شريكي، هو مجرد معرفة قديمة. أنت هادي قوي كده ليه؟ رحيم من يوم ما خرج من السجن والدنيا مقلوبة، كل الشركة بتوعه كاشين. 26 مليار 148 مليون دولار، دي حجم الفلوس اللي طلعت من البلد في الفترة اللي راجل كبير قام فيها من على السرير ومضى خطاب التناحي، والمسؤول عن تهريب معظم الفلوس دي اللي انت قبضت عليه بنفسك علشان توقفه نزيف الاموال. وان شاء الله لما الظروف تتحسن هتحاولوا ترجعوها. برافو، مذاكر كويس. لا مذاكر ولا حاجه، كله موجود على جوجل بس اللي يدور. واحد زي ده بقى متخيل ان انا اخاف منه؟ النظام عايز حقه منه، والناس في الشارع عايزه حقها منه. يحل مشاكله الاول. يعني انت عارف سبب كل المشاكل اللي حصلت دي؟ عارف الفار اللي مربوط في ديله كرة نار كل ما يخاف يهرب منها ويجري تولع الدنيا اكتر؟ لا عارف يوقف الولعة ولا عارف يهرب منها. ده رحيم. مش خايف النار دي طولك؟ مع ان رحيم بيجري في نفس سكتك. طول ما رحيم بيجري انا مطمن. اللي خاوف اللحظة اللي هيوقفها وياخد نفسه، علشان لا انا ولا انت هنقدر نقف وسطه. أنت فاكر إن إحنا خايفين من رحيم؟ ده سؤال تسأله للقيادات بتاعتك. مين اللي ورا سعد؟ هو هشام اتخطف ليه؟ أنا جاي لك عشان أوفر عليك مشوار النيابة. هشام اتخطف ليه؟ على فكرة أنت لو مش عارف قول إنك مش عارف، عادي يعني مفيش حاجة. أنت مش عايز تساعدنا ليه؟ عشان إجابات أسئلتك مش هتساعدني. حضر شنطتي. ليك عندنا هدوم كفاية، بس حسب اختيارك انت بقى، أبيض ولا أزرق؟ المهم مبقاش أحمر. انت ونصيبك بقى. Thank you.
اتعود عليه؟ اتعود عليه ازاي؟ البوليس جه خده هو وهشام. يعني ايه خده هو وهشام؟ مش هشام الزفت ده غايب ليه 6 شهور ومحدش يعرف عنه حاجه؟ ما هو ملحقش، يا دوب رجع من هنا البوليس جه وقبض عليهم من هنا. قدر ولطف، الحمد لله. سيد اوعى تكون انت ورا الموضوع ده. لا لا لا، قدامه ده من عند ربنا. وانا قلت لك يا حبيبتي، دخول رحيم السجن ده مصلحه ليه، واحنا كمان هنطمن عليه. سيد اسمعني عشان خاطري، فاكر رحيم لما اتحبس؟ فاكر الناس كلها كانت بتقول ايه؟ كانوا بيقولوا انه عمره ما هيخرج تاني، بس حصل ايه؟ اهو خرج، وده بقى معناته ايه؟ انه ممكن يخرج تاني بردك. واحنا بقى المرة دي مش عارفين هو اتمسك في ايه، هو وحلمي وهشام. ايه رأيك بقى تفتح صفحة جديدة؟ ايه رأيك تقف جنب رحيم المرة دي؟ تدور عليه وتقوم له محامي، ما تكلم له اللي اسمه سامي عوض ده. انت عارف رحيم لو خرج وعرف انك عملت معاه كده هيشيلها لك جميلة طول العمر. اه والله صدقني. ولا انت يعني فاكر ان رحيم هيفضل ساكت ان انت قاعد في القصر بتاعه واخد المركب بتاعته؟ وبعدين انت قلت لي ان احنا هندخله السجن عشان مصلحته ومعرفناش، يبقى لازم دلوقتي بقى نعمل له بقى. انزلي من على ودني يا رحاب بقى، زن زن. انا من ساعه ما عرفتك وانت على وداني. طب اقتنعت بكلامي ولا لا؟ بس طب بس انت قومي كده، غيري هدومك كده وركزي في بيتك، وشوفي عيالك اللي انت سايباهم امبارح على الغندوره. طب فهمني بس هتعمل ايه؟ اوه يا رحاب اتكلي على الله، شوفي عيالك بقى. ها سامي، عرفت اللي حصل لرحيم؟ طب انت عايز اعمل لك ايه دلوقتي؟ حاضر. رحيم السيوف اتقبض عليه تاني. بركة يا جامع. حمار. ليه كده طيب؟ فهمني يا كبير. رحيم كان ممسوك على ذمة قضية. والقضية لسه شغالة. طب هم أفرجوا عنه ليه دلوقتي؟ لا مش عارف. وهنفضل كده مش عارفين ونلف حوالين نفسنا لحد ما نعرف. امشي انت دلوقتي. حاضر. مساء الخير معليك. انا بكلم عليك في وقت غير مناسب. أنا آسف جدا. سعادتك عارف إن رحيم السيوفي خرج بس اتقبض عليه تاني. طيب أنا كنت عايز معاليك في خدمة. طب يا باشا اتفضل يا فندم. اتفضل. وادخل. أمرك يا أحمد باشا. خدت لي رحيم واللي معايا خالد. لا يا فندم هم مش موجودين. نعم. النيابة استدعتهم. إيه اللي بتقوله ده؟ إزاي يحصل الكلام ده؟ يا فندم معرفش والله، أنا جيت الصبح قالوا لي إن النيابة استدعتهم عشان. يا تهريج! إزاي تسمح بكده؟ أنت بتهرج! يا بنت ما لبستيش ليه؟ مش نازله الجامعه. وماله الزعل بقى بالجامعه؟ بصيلي، فاكره لما قلتيلي انا مستعده استحمل اي حاجه عشان نخرج من هنا ونرجع زي زمان؟ ادينا بندفع الثمن ولسه ما نعرفش هندفع قد ايه. يا بنت بصيلي، ارمي الزفت ده. عارفه ابوكي ما بيحبش حد في الدنيا اكتر منك، مستعد يترمي في السجن ولو عمره كله، بس انتي ما تغيبيش يوم عن الجامعه. انا هنزل خلاص. اوعي يا بنت تخافي على ابوكي، انتي ما تعرفيش ابوكي بره البيت ده عامل ازاي.
ربنا يرجعه لنا بالسلامة. يا رب يا حبيبتي يا رب. هربت ليه من المراقبة اللي كانت عليك؟ المراقبة؟ أنا أول مرة أعرف إن عليا مراقبة يا باشا. بعدين يعني المؤاخذة لو هما بيراقبوني ومش عارفين يراقبوني تبقى المشكلة عندهم هما مش عندنا. ما هي أقوالك في التهم المنسوبة إليك؟ بأنك كنت متواجد في الفيلا رقم 34 أثناء إطلاق النار بها. يا باشا أنا آخر مرة اتواجدت في حتة فيها ضرب نار كان يوم ما جه أحمد بيت دي بيقبض عليا. يوميها سيادتك أنا رحت زقه من العربية. هو فاكر كده كويس. دي كانت آخر مرة. قول لي بقى أنت آخر مرة شفت الراجل ده إمتى؟ أنا عمري ما شفت الراجل ده قبل كده. آخر واحد كنت أتخيل إن أشوفه هنا. جرايا رحيم بيه، أنت نسيت أنا مين ولا إيه؟ أنا سامع عوض. هو في حد غيري يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ شيطان. أعتبرها مجاملة. طب وأنت عرفت مكاني إزاي؟ ده أنا نفسي معرفش أنا فين. يا سلام، ما أنا أصحابي كتير وأنت عارف. وبعدين اغلبهم انت اللي معرفني بيهم. لا والله طمر المعروف عم سامي. ما هو لو ما كانش المعروف طمر ما كنتش هبقى قاعد قدامك دلوقتي. المهم عايزين نقعد مع بعض ونتكلم عشان في حاجات كتير قوي واصلك غلط. انت هتتكلم زي سيد ولا ايه؟ اهو سيد ده بقى هو اللي بلغني بخبر القبض عليك وقال لي ادور عليك وخرجك. يا راجل شوف ازاي. شفت بقى؟ شفت ان انت واصل لك حاجات كتير غلط. المهم انا جاي ابشرك بشرة حلوة قوي 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 يا سيدي البيه. يا سيدي البيه. انت قد الكلمة اللي انت بتقولها دي؟ امال أنا شايف إنك تفكر في اللي قاله لك صاحبك ده. أنت مجنون ولا إيه؟ عايزين أسيب شغلي وأشتغل في شركة حراسات؟ أنا اللي مجنون علشان بقول لك يبقى ليك بزنس خاص بيك؟ آه طبعًا طبعًا طبعًا. يا سلام. ألو مين؟ مع سيادتك رحيم السيوف يا باشا. تتكلم منين؟ مش مهم أنا بتكلم منين. المهم إن أنا حبيت أشكر سيادتك لأنك أكيد سبب خروجنا. خروجك؟ الله. لو سيادتك ما درتش ما انا اصلي خرجت لعدم كفايه الادله. يعني ايه؟ شكل سيادتك مشغول. انا مش عايز اعطلك. انا بس حبيت اشكر سيادتك على وقفتك جنبنا. السلام عليكم. ايه ده؟ هو مش هو اللي خرجنا؟ لا لا. امال احنا خرجنا ازاي؟ اللي خرجني النهارده هو اللي خرجني من السجن. علشان كده حبيت اتاكد اذا كان احمد دي بيد في الحكايه دي ولا لا. رحيم باشا، الاستاذ بيسال على سعادتك. رحيم بالسيوفي؟ خير. في حد في انتظار عليك بره. هو اسمه ايه ده؟ هو احنا لحقنا نشم نفسنا؟ حد مين ده؟ هو في انتظار عليك بره مستنيك على اول الشارع. طب انا جاي معاك. انا جاي معاك انا كمان مش هسيبك. جرالك يا حلم. مالك بقيت خفيف قوي كده ليه؟ انت مش شايف الراجل شكله بيناس ازاي؟ اطلع انت على البيت علشان تطمن مراتك وبنتك وانا مش هتاخر. يلا يلا عمو. اتفضل يا فندم. امينه وحشتني قوي يا رحيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ اركب ونتكلم في السكة. اركب بقى.
الحمد لله على السلامة يا بابا. كنت خايفة عليك قوي. ما تقلقيش، ما أنا معاك أهو. والله ما تعرف احنا كنا حاسين بإيه. تعالي. طب ده رحيم لما مشي ما رجعش إلا بعد 7 سنين. والله العظيم أنا كنت خايفة، خايفة قوي. يا ماما ما تقوليش كده. والله ما كنت أقدر أستحمل حاجة زي دي تحصل يا بابا. ما أنا معاك أهو. ما خلاص بقى يا ريم، أنت هتعملي حوار. ما هو قاعد قدامك أهو زي الفل. رحيم اتأخر قوي، مش كنت رحتوا معاه نشوف المشوار الغريب ده؟ هتصل بيه. يا رحيم انت فين؟ ايه؟ مع مين؟ طمنا يا ابني. ماشي ماشي. خد بالك. ها سلام رحيم مع أمينة. أمينة؟ أمينة تاني؟ معرفش، لما يجي أكيد هطمنها. أمينة أنا مش حمل خسارة تانية. وهو أنا اللي حملها؟ بس لازم نشتغل يا حلمي، ولا هنحط إيدينا على خدودنا ونفضل ساكتين؟ ما أنت شايفة البلد عاملة إزاي؟ ده في يوم وليلة الدنيا بتتقلب. حلمي شحنة السلاح دي لو دخلناها هنبقى في حتة تانية خالص. اسمع مني، والله لا نبقى ملوك البلد بجد. دي آخر سهولة معايا. وأنا زيك بالظبط، بس اللي مش هيخاطر دلوقتي يا حلمي مش هيكسب. هو أنت فاكر رحيم بقى رحيم إزاي؟ عشان ما كانش بيخاف من حاجة. ربنا يفك سجنه. أيوة بس أنا بقيت بخاف. ما تخافش، اسمع كلامي بس يا حلمي، ده انا بقول لك انت اللي هتأمن بنفسك، عشان كده انا مطمنه وضمنها 100%. ها حلمي، مالك يا حلمي؟ فيك ايه؟ احنا ضعنا، احنا ضعنا يا حنان. الرجاله اتقبض عليها والبضاعه اتصدرت، احنا خلاص انتهينا. ما قلت لك بلاش تشتغل مع امين، هتضيعك. ما سمعتش كلامي. خسرنا كل حاجة. آخر فلوس كانت معانا راحت. إحنا بقينا على الحديدة. ما تقلقش، كل حاجة تتعوض. نصيبنا كده بقى. هنعمل إيه؟ حلمي فلت ابن اللذينة، بس مش مهم. المهم ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه. والله انا كان الود ودي نخلص من الحلم ده نهائي. عمره بقى ونا بسيبوه في حاله بقى، كفايه كده، ده عليه ديون متلتله. يا سلام، طول عمر ما عليك قلبك ابيض. قوي جرى ايه يا جماعه؟ فين الشيكات بسرعه كده؟ في الطلق طلقت. ها ده انت حامله. ايوه طبعا. بقول لكم ايه، انتوا وعدتوني انكم هتعوضوني الخساره اللي بخسرها مع حلمي. شيك اهو جاهز وممضي علشان القمر. اتفضل حبيب قلبي يا اختي. حلال عليك، مش البوس الشيك. قول لي يا سامي. تحت امرك. سكت لي يا رحيم؟ هنروح على فين؟ على فيلتي عشان نتكلم براحتنا شوية. انت مش عارف انت وحشني قد ايه. انا كنت فاكرك عامله لي كمين زي اللي اتعمل لي في بلاء. وانت تتخيل برضو ان انا ممكن اعمل اي حاجه تاذيك يا رحيم؟ عامه لما نوصلها فاهمك كل حاجه. كنت عايزاني في امينه.
وحشتني يا رحيم. ما خرجتش عليا ليه اول ما جيت من السجن؟ بمناسبه ايه؟ هو مش حضرتك ست متجوزه برضه؟ كنت متجوزه يا رحيم، واتطلقت اول ما عرفت ان انت خرجت. دي ايه الصراحه دي؟ ما انت عارف يا رحيم، انت عارف ان انا معاك ببقى حاجه تانية. علشان كده بعتيلي خميس الونش عشان يقتلني؟ مش انا يا رحيم، السيد هو اللي اتفق معي، ولو شفت خميس ابقى اساله بنفسك مين اللي اتفق معي. انا بس كنت حاضره معاهم الاتفاق. دي مش صراحه وبس، دي بجاحه كمان. يعني كنت عارفه ان هو بعت ورايا عشان يقتلني وسبتيه؟ كنت عايزه اتاكد انك لسه رحيم بتاع زمان. انتي مجنونة. بقول لك يا احمد، هترد على رفيق تقول له ايه؟ ها؟ بقول لك هترد على رفيق تقول له ايه في موضوع الشغل اللي عرضه عليك؟ بصراحة عرض ما يتعوضش. ها؟ ايه يا ابني؟ بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ يعني ايه؟ خرج ازاي؟ تقب وتختص وتقول لي ايه اللي حصل؟ ومين ورا خروجه؟ مفهوم؟ احمد وطي صوتك، الدنيا ليه مش كده؟ حبيبتي معلش، مشكله وهتعدي ان شاء الله، هي معكنين عليا شويه. ما انا علشان كده بقى بقول لك لازم تاخد قرار بسرعه في موضوع الرفيق ده. اشمعنى؟ هو انت مش شايف نفسك ولا ايه يا احمد؟ انت بقيت عصبي جدا ومتنشن، وبقيت بتيجي البيت زي الضيف تاكل وتنزل، ولا عارف اقعد معاك ولا عارفين نتكلم. معلش يا قلبي، عادي يعني، فترة وهتعدي إن شاء الله. من ساعة ما اتجوزنا وأنت بتقولي فترة وهتعدي وما بتعديش، والحالة بتسوق أكتر. ياه، أنت عايزة إيه دلوقتي؟ مش عايزة حاجة يا أحمد، أعمل اللي تعمله. أوف، أنا نازل. رحيم، أنت محتاج لي وأنا محتاجة لك. أقول لك على فكرة، تعالى نتجوز وهرجع لك كل حاجة اتاخدت منك. وانت فاكره اني ممكن اتجوز واحده زيك علشان السبب ده وبس؟ بس انت بتحبني يا رحيم، انا عارفه كده كويس، والا ما كنتش هتسيبني اشتغل معاك طول الفتره اللي فاتت دي كلها. بس احنا كان في بيننا اتفاق ان عمرنا ما هنتجوز. عشان اصلي صح؟ عشان عمرك ما كنت هتتجوز حته سكرتيره عندك من الابجيه. بس انا كنت عارفه وموافقه يا رحيم، عشان كنت بحبك وكنت عايزة أبقى جنبك بأي طريقة وخلاص. ووافقت لما عرفت إنك هتتجوز داليا عشان تبقى الوجهة الشيك بتاعتك. بس أنت كنت بتكذب يا رحيم، عشان أنت حبيتها. طب تسمح لي أغير هدومي؟ خد وقتك. سامي، شوف لي تذكرتين سفر، انا بيتقبض عليا. ايه؟ شوف لي تذكرتين سفر لاي مكان، انا وداليا. اسمع، هات لي الورق كله اللي معاك على المطار، ورق الضد يا سامي. حاضر حاضر حالا. في ايه يا سامي؟ رحيم بيتقبض عليه دلوقتي. يا نهار اسود. بقولك ايه، انا لازم اتحرك دلوقتي، هو المفروض مجهز للهروب، وانا هحجز له تذكرتين طياره هو داليا. نعم؟ داليا دي ايه يا حبيبي؟ طب وانا؟ ما جابش سيرتي؟ لا 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 لا، ما هو هو اكيد طبعا هيكلمك، بس بقول لك ايه، مش هينفع نشتغل دلوقتي، نأجل الشغل لوقت تاني، ده لو عرفنا بقى. مش بيرد. انا لازم امشي. سامي استنى، انت مش هتتحرك من هنا يا حبيبي غير لما رحيم يرد عليا. انت قلت بنفسك ان رحيم عمره ما هيخرج من سجنه. ما انا قلت لكم ان الفلوس والشركات بقى سميكوا فعلا. لا بس في ورقه الضد اللي واخدها علينا. امال
ما انا اكدت لكم انه عمره ما هيطلع من السجن، يعني ملوش لازمه. بس امين عندها حق، احنا ليه نربط نفسنا بورق ممكن يضرنا في يوم من الايام؟ بالظبط، وانا قلت لك انك لو قلت لاي حد انه في ناس دخلوا حرقوا المكتب في الهوجه بتاعه الثوره دي محدش هيعرف يكذبك. يا بنتي الايه، فينو قوي الفكره دي، انا موافق، توكل على الله يا متر. انا بس خايفه لا يكون في حد تاني معاه نسخه تانيه من الورق. زي مين؟ داليا مثلا. مالكيش دعوه بداليا. افرض داليا. مالكيش دعوه بداليا. بعدين رحيم مش عبيط عشان يفرط ورق مهم زي ده في كل حته. امينه انا عارف كويس قوي انت عايزه ايه من داليا، وبحذرك داليا دي بتاعتي واللي هيقرب لها مش هرحمه. صلوا على النبي يا جماعه، الموضوع بسيط. حلال عليك يا سيدي. بس حلمي مش هيسكت. طبعا. حلمي ده سيبهولي. طالما انت عارفه كده عايزه مني ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه يا رحيم، انا عايزه بس نرجع لبعض. وبعدين الدنيا اتغيرت يا رحيم، وانت محتاج لي زي ما انا بالظبط ما محتاجه لك. وداليا كلها اسبوع ولا اسبوعين وهتتجوز عماد، ده اذا خرجت من اللي هي فيه. خرجت من اللي هي فيه؟ انا عشان كده جيت لك دلوقتي يا رحيم، لما لقيتك ان انت ما رحتلهاش طول الفتره اللي فاتت دي عرفت ان انت لسه. بتقولي ايه؟ خرجت منين ورحت لها فين؟ انت ما تعرفش ان داليا اتحبست؟ ايه؟ تعالى هنا. روحي رحيم. يا باشا انا محتاج تفسير اللي بيحصل. انا كنت فاكرك اذكى من كده يا احمد. من امتى يا فندم حد بيجي عندنا وبيخرج بالمنظر ده وكمان من غير علمي؟ ما انا قايل لك من الاول ملف رحيم السيوفي غير اي ملف. يا باشا مفهوم، بس اللي بيحصل ده مش طبيعي. رحيم كان عليه حكم 5 سنين، قضى بعدها في الحبس سنتين على ذمه قضايا تانية. ما سالتش نفسك ليه خرج في الوقت ده والقضايا دي لسه شغاله؟ ها؟ اتفضل. تمام سعادتك. الله 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 الله، في ايه يا استاذ؟ رحيم، مفاجأة حلوة مش كده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. خلاص يا رامي، اتفضل انت دلوقتي، اتفضل. امرك يا سامي بيه. هو مش انت كان عندك بنت سكرتيره حاشكه كده زمان؟ راحت فين دي؟ اتجوزتها. يا راجل الف مبروك. لا، ما انا طلقتها. ايه؟ كشفتك بدري؟ مش كنت تقول انك جاي؟ كنت حضرت لك ورقك وحالك ومحتالك. لا انا مش جاي عشان كده. امال؟ تعالى معايا. طب والبطاطا؟ يا راجل بطاطة ايه؟ دي باردة. انا بقى هدوقك البطاطا السخنه.